حاليا من مدينة المهد من بيت لحم، رح ننتقل إلى مدينة البشارة الناصري وإلى زميلتنا ومراسلتنا ازدهار أبو ليل. يسعد صباحك ازدهار وكل عام وأنت بخير. صباح الخير لإلك ازدهار. يسعد صباح جميع المشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير. نحن الآن في ساحة كنيسة البشارة في مدينة الناصرة لتغطية قداس وطقوس صلاة عيد الميلاد المجيد، وللحديث أكثر سينضم إلينا الخوري بشارة ورورد. أهلا بك، تفضل معنا. صباح الخير، كل سنة وانتم سالمين. نتأمل من ربنا المولود في مغارة بيت لحم أنه يحل بسلامه ومحبته للجميع العالم. نحن الآن في بث حي ومباشر بين مدينتي الناصرة وبيت لحم، ما الذي يجمع هاتين المدينتين في هذا العيد، عيد الميلاد المجيد، عيد العطاء والسلام؟ طبعا البشارة بلشت بالناصر، هون كلمة ربنا هنا نزلت على العذراء، والكلمة هي نفسها ولدت في مغارة بيت لحم. وإذا بنلاحظ إنه في عنا بكنيسة البشارة في عنا المغارة اللي هي بتمثل وين كانت البشارة حدثت فيها، وبيت لحم كمان في المغارة اللي ولد فيها ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وهالمغارة هي مهمة جدا لإلنا، لأنه هي بتمثل قلوبنا اللي إحنا بدنا يكون فيها، تكون فيها كلمة ربنا دائمة، ويكون فيها يولد فيها المسيح اللي يعطينا السلام ويعطينا المحبة والخلاص. حدثنا أكثر عن طقوس العيد ومراسيم العيد لاستقبال عيد المجيد غدا، ما هو البرنامج لهذا اليوم؟ اليوم احنا في عنا قداس للأطفال ولا مناولة الأطفال، وسيادة المطران عماله بقدس بالكنيسة وطبعا مع أخوة الكهنة، وفي عنا العصريات، في عنا صلاة الغروب للعيد، هاي التحضير للعيد. وبكرة في طبعا الاحتفال الكبير بعيد الميلاد، راح بترأس سيادة المتروبوليت كيرياكوس، ولفيف طبعا الكهنة الموجودين في الناصري. وبعد القداس راح نجتمع مع بعض عند سيادة المطران مشان نعايد عليه، وكلمات للمعايدة وكلمات للمحبة بتكون موجودة في دير المطرانية. في ظل هذه الأجواء الميلادية وفي ظل العبادة، ماذا تهدي مشاهدينا رسالة، مشاهدي قناة مساواة؟ يعني أهم رسالة هي رسالة يسوع المسيح: ولكم أعطي وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، لكي يعرف جميع الناس أنكم تلاميذي. هاي الرسالة رسالة المسيح، رسالة المحبة، هي رسالة المحبة اللي بتوصلنا للخلاص، اللي بتوصلنا لكل إشي. إذا أنا بحب أخوي الإنسان، كل إنسان إيش ما أعمل معاه، إذا بتعامل معاه بالمحبة، أنا متأكد إنه ما بيكون في أي غبن، ما بيكون في أي شيء هل يزعله مني، لأنه بتكون هي المحبة. وهذا اللي مطلبه من ربنا، إنه يرسل محبته يمس كل إنسان في قلبه مشان يكون في عنده هالمحبة اللي توصلنا للرب، للمسيح، للخلاص. شكرا لك الأب، شكرا لك الأب الخوري بشارة ورور. وأعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والفرحة تملأ قلوبكم، سنة جديدة سعيدة، عيد ميلاد كله عطاء وسلام.